ماشي سهلة، واحد مهمة جسيمة جدا باش ترأس فريق عريق من هذا الحجم، هذا فريق الرجاء الرياضي العالمي. الحقيقة كان التردد في الأول وكان التخوف، ولكن بإصرار الناس الرجاويين والإخوان كعباس الدراوي كمسير وكرجل أعمال تقوا وكانوا متأكدين بأنه عباس الدراوي راهو اللي يمكن يجيب الإضافة مثلا لفريق بحال الرجاء الرياضي. كما قلت لكم في الأول كان تردد، ولكن احنا دائما كنقولها وكتابة المواقع انه منيش ترد الفعل ديال الجماهير الرجوية ما بقى عندي حتى شي ترد. كنت لسه عبد الذكر وكان باقي الاخوان كيسولوني واش غتكون هكا، كنقول كنسحب الرجل هنا ورجل هنا، كنقول واش نزيد ما نزيدش، واش نقدر ننجحها ما نقدرش ننجحها. كرجاوي ما كانش عندي الاشكال انني نعاون الرجاء، ولكن باش تسيرها راه ماشي باش تكون داخل في الفران، راه ماشي هو تكون من على برا. الوغ درست المساله بالطريقه المعهوده اللي كنحس بها المشاريع ديالي الاخرى، والحمد لله كيكتب الناس كل مره فيما كنحطو يدينا كيجيب لاتيسيان، حنا مرضيين وفين ما كان حطوا يدينا كيجي البلاتيسي. المشروع بديت كنخدم عليه وبدات كتضح المعايير ديالو، دونك فيه كيفاش تحيك اداريا بشريا وخصوصا ماليا، هي النقطة الضعف او الخلل اللي كتكون عند فريق الرجاء الرياضي العالمي. تدرس المسألة والطريقة كيفاش ممكن أنه تجعل من فريق الرجاء الرياضي الفريق اللي كان في واحد الفترة، باش توصل لهذه الفكرة كان خصك تمشي الفترة اللي كان فيها الفريق في الأوج ديالو، وكتركز كتشوف نقاط القوة في ديك الوقيتة، وكتمشي الفترات اللي كان فيها فالنقاط اللي كان فيها الفريق ماشي على ما يرام، وكتحاول تدرس الأسباب والمسببات وسبل النجاح. فريق الرجاء من الدوزيام ديفيزيون يعني من القسم الثاني ولا فريق سميتو، ولا زال يقارع حتى في البطولة وفي الكأس. نتمنى على الله انه يكون المجيء ناقد على الربح على وتربح هذا الريحان هذا، وتنظن اللي كتكون نية صافية جاي عند الفرقة باغي تخدمها بنيتك الأولى وقلبك كرجاوي وبنيتك يعني داخل عليها فريق رجاء الرياضي راه زاوية يعني داخل مسلم طالب تسليم وجاي باغي تعطي وقتك تضحي بصحتك تضحي بمالك على الفرقة. زائد كنقول انا بالكاريات اللي كاينه كنظن سيدي ربي راه يخير، نسال الله التوفيق والسلام. البرنامج ديالي على العنوان ديالو واضح، هو الحكامه، عنوانا الحكامه الجيده، حكامه في التسيير الإدارية والتسيير المالي خصوصا، والتسيير كذلك التقني للوصول إلى واحد ما يصدر عليه بالاستقرار التقني والمالي ديال الفريق، وهو اللي كيتحكم في النتائج دائما. وكنشوفوا ملي كتاناليزي وكتحلل دوك الفترات اللي داز بها فريق الرجاء الرياضي كتلقى تقنيا وماليا هو اللي كيتحكموا، تقنيا وماليا هو اللي كيتحكم الفريق. كنشوفوا بالاونه الاخيره يعني المدربين كيتبدلوا بواحد السرعه، الربع ساعه كذلك كي
المركز بده واحد صورة صار قاعد من المدربين هذا اللي كي حتى الفريق وحتى طول كي صار حتى نفسية اللاعبين يقل يعني المسيد عادي أو لا الجمهور عادي ما يقصرش لها هو أنه اللاعب راح يكون لاعب معك إذا ما كانش مكتب ضابط شغاله وما كانش ميزاني يعني لا بريزونتي مزيانة ديال الفريق تيكون حتى هو أصعب ما تيكون عارف راسو واش يجدد الفريق واش يعطي اللي عنده واش يتكيس على رجليه واش وكاين اللي كيلعب هنا ولا أنا أقول من هذا من الباب هذا من هذا اللقاء مع الإخوان والزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات أنه يطمئن الجميع كنقولها للرجاميين الغيوري ليطمئن الجميع الفترة اللي كانت الفراغ اللي مرس به الرجاء غير ان غادي نسوقي ولي جزء من الماضي الرجاء ان شاء الله غيكون عندنا مكسب قوي مكسب متخصص مكسب اللي يحتاج اختصاصات لان كنقولها ماشي الضراوي هو اللي غادي يعطي رايه في الماء التقني غتكون اداره تقنيه في المستوى